اللي بعده اللي بعده. بعد طلاق الفنان وليد فواز والفنانة مي سليم رسميا، كتب فواز عبر حسابه على موقع تبادل الصور انستجرام: الحمد لله رب العالمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قدر الله ما شاء فعل. اللي حصل ده تصحيح لوضع كان من الأساس غلط، والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده. أضاف أنه رغم أن كتير افتكروا أني تسرعت في إعلان الخبر على السوشيال ميديا، إلا أني اتعودت أكون واضح مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل، والدرجة وصلت للتشهير بيا لإصراري على الطلاق، وأنا بعترف فعلا أني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كافي. أنا شايفة أنه اللي اتقال دلوقتي ده مقصود بإهانتك وعيب. انت رد فعلك لو شفتيه وانت بعيدة كده، انا لما عرفت وقتها وقريت انا كرهته. لا انت عشان بعيدة حتى. وانا ما اعرفكيش ولا اعرف. دي قصة قدامي. مش انت بس. ايوه يعني مش انت بس اللي خدتي الموقف ده. ايوه كل الناس، كل الناس اخدت الموقف ده. مش عشان حاجة، عشان البيوت اسرار. يعني بغض النظر عن اي حاجة هي البيوت اسرار. وتاني حاجة البني آدمة دي كانت على ذمة راجل، فما فيش راجل بيطلع يتكلم على أسرار بيته يعني أو يقول حاجة زي دي. ده الموقف اللي تفسر وقتها إنه عيب ما يصحش من الناس الكبيرة والصغيرة، يعني مع فرق السن مع كل الناس. الناس اتخضت اللي هو إزاي تعمل كده. الصغير قال عيب والكبير قال عيب. ما هو يعني الناس برضو بتتساءل ايه السبب اللي وصله لهذه المرحلة؟ اعتقد ان انا اصريت على الانفصال. يعني استفز؟ بتهيألي. طب هو بيقول العكس هنا. ممكن بيقول ان هو كان مصر. اكيد. بص اقول لك على حاجة، انا كنت وقتها مصر على الانفصال، وهو بتهيألي ما كانش مش مرحب، كان مرحب برضو بالانفصال، بس هو اتخض بسرعة القرار. يعني أظن لو كان جاء وقتها بعدها بشوية كان ممكن يبقى أهدى بشوية، بس هو اتخض مثلا من القرار السريع. مش عارف قرار الجواز جه في قد إيه بصراحة؟ في المسلسل. يعني عرفتوا بعض المسلسل إيه؟ 3 شهور. قصة الحب قعدت قد إيه تقريبا؟ هما 3 شهور قصة حب وجواز. يعني من أول نظرة حبيتيه في المسلسل لحد ما خلصت المسلسل؟ من أول نظرة. لا عايزة أقولك على حاجة، هي كلها تجربة. ليه وشك قلب كده بقرف كده؟ هي تجربة لا كانت كويسة، سيئة. تجربة سيئة أو مش سيئة؟ سيئة أكيد، لأن مفيش حد بيحب يتجوز عشان يتطلق. مفيش بنت في الدنيا تحب تدخل تجربة عشان تنفصل. فايه 10 ايام بالظبط، وهي كانت سريعه. بس احسن 10 ايام دي في مجتمع شرقي دي فيها طعن للمراه المطلقه. بالعكس، عايزه اقول لك الحاجه اللي يعني لو كانت على شان كلامه الناس اتعاطفت معاكي. مش عارفه الناس اتعاطفت معايا ولا اتعاطفوا معايا عشان التجربه، لان هو تجاوز الحدود. ما اقدرش احكم على حد من تصرفاته. خايفه تقولي انه تجاوز الحدود؟ هو عارف يعني. هو يعني اسمع لك الكلام تاني؟ لا ما انا سامعاه. تقولي لي ده تجاوز ولا لا؟ اكيد مش هنكر ان انا الكلام ضايقني. ما هو مستحيل انت تشوفي حاجه زي دي وما تتضايقيش. عندك اسره صح؟ اكيد. عندك بنت؟ عندي بنت. يمكن اتضايقت عشان بنتي، ما اتضايقتش عشان حاجه تانيه. اتضايقت ان انا ما كنتش متخيله انه ما لحقش يكون في اسباب الرهيبه اللي تخلي رد الفعل بالقسوه دي، ان هو ليه؟ مع ان كل حاجه ممكن تنتهي بهدوء. دي شخصيات بقى. والغريبه وعلامه الاستفهام انه ما فيش حد فيكم قال سبب الانفصال لحد النهارده. بس الحمد لله ان هي خلصت. يبقى اكيد ده سبب، ده خير. صعب جدا. بصي انا عارفه ان كل حاجه ربنا بيعملها خير، ان هي لو 10 ايام اكيد صعب جدا. الطريقه أكيد السبب صعب جداً. طب المشكلة حصلت في اليوم الكام عشان تطلقوا في العاشر؟ من أول يوم. يمكن أكون أنا تسرعت وهو تسرع في قرار زي ده،
ممكن يكون احنا ما ادركناش ان احنا ممكن نكون مش مناسبين لبعض، كان محتاجين وقت اطول نكون فيها مع بعض، كان خطوه الجواز كانت ده كلام تنظير اللي انت لا ما ممكن نكون احنا الاثنين اتسرعنا بيقولي في ندوه، لكن انا هنا احنا هنا الحقيقه لا لا بجد لا اكيد ما قولي كلام يقنعني واقنع الساده. طب اقول لك مفيش اي حاجه ممكن تنتهي في 10 ايام غير لو كان سبب قاسي جدا، سبب قاسي يخليكي لا تنفع هو يعيش معاكي ولا انت ينفع تعيشي معاه. احنا احسن حاجه ان احنا ننفصل. خلصت الموضوع ده. ايه السبب القاسي اللي ما بانش في 3 شهور معرفه وبان في اول يوم جواز؟ دي فزوره. تبلعي في ريقك ليه؟ ما ببلعش في ريقي والله، ده انا كنت بشوف ده شاي ولا نسكافيه. ما هي بتعمل عليا حركات.